يوميات رمضان مع مون نكتة على قناة أنفاس بريس. ضيف هذا اليوم فنان ممثل مسرحي علاء الدين حواس. مرحبا بك على أنفاس بريس. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. أنفاس بريس مرحبا بكم عندنا، وكنتمنى نكونوا خفاف ظراف عليكم. واخا جيني عندك في هذا النهار ديال رمضان والصايم غنشحفوك شويه. الحمد لله. مرحبا مرحبا على الراس والعين. وخصك تعرف خويا، الصحافه جزء من العمل، جزء من الفنان، لانها بها باش كيوصل الفنان عند الجمهور. ان الصحافه بالعكس شريك صديق للفنان. بالعكس مرحبا ونهار كبير في هذه الاجواء الرمضانيه اللي كنتمنى من قلبي تسود المحبه والاخاء ما بين جميع المغاربه. بلادنا زوينه الحمد لله ان شاء الله. كي كيجيك رمضان بالنسبه لك انت كفنان؟ خويا عرفتي كتبان لي محنك رمضان، ولكن الحمد لله رمضان هو طقس تعبدي قبل ما يكون فريضه دينيه. الحمد لله بخير، الاجواء تنكونوا عاديين الحمد لله. كنحاولوا ما امكن ان الواجبات الدينيه ديالنا حنا كمغاربه وكمسلمين كنطبقوها. وباش تدوز النهار ديالك كدير واحد الطقوس معينه، اشياء معينه، رياضه، تسوق، شي حاجه باش ما تبقاش تفكر في الجانب مثلا ديال الجوع. ان رمضان تيطوال عليك 14 ساعه ولا 15 ساعه. كتريني شويه تهتم شويه باللياقه البدنيه. عجزنا شويه ولكن ضروري في رمضان كنحاولوا نجريو شويه نتول. الحاجه اللي كتعجبني انا في رمضان، انا ما نكذبش لك، من عشاق السمك. كنموت على الحوت والحريره طبعا. شي الحريره نضرب ثلاثه الجبابن ما عنديش مشكل. وخياص واخا تيقول لك خاص يقولوا لي الكرش ولا شي حاجه، انا الحريره ضروري. لا المهم الحريره ضروري تكون عندي، والحوت الحوت كنحماق عليه ضروري. وسلو يعني سلو ما نعاودش ليه. المهم ترى شي مليك العين في رمضان راه كلشي كيعجبك حتى حاجه الحمد لله. المائده المغربيه هذا هو الجميل في المغرب، والمائده المغربيه خصوصا في رمضان كتهبل تبارك الله. ما كتنرفزش، ما كترمضنش في رمضان. هذا المصطلح والله ما كنبغي، عرفتي علاش؟ حيت رمضان راه بحالو بحال الايام عاديه، غير هو ربي عاش عطينا فيه، عطينا فيه انك كتجرب وكتفكر الفقير وكتفكر انك كتجوع تحاول الجوع، غير تعرف انت تسير راسك، تقرا، تمشى، دير واحد الطقوس. هذوك اللي بهذا المصطلح ديال التمرضين هو حاله نفسيه بسيشيك، هو كيوهم راسو راني معصب. بالعكس رمضان انا والله الا عادي كيدوز. انت دابا شفتي دابا شحال الساعه حنا دابا؟ بخير. عرفتي راه كتبان لي محنا في الخمسه صاحبي. قريب ان شاء الله. قريب ما بقى والو. يعني غنشوفوا السي علاء على الشاشه في رمضان شي عمل فني. ضروري ضروري. حاليا انت راك كتعرف الرحاليات راه وصل دابا الحلقات ديالو مثيره جدا وكيعجب الناس الحمد لله. الرحاليات ديال سيدي احمد بو عروه وجميله البرجي مع واحد النخبه ديال النجوم الدراما المغربيه. وكنشوفوا التواركه كنشوفوا، وحنا عندنا ارث تاريخي، عندنا مناظر طبيعيه خلابه، عندنا ممثلين اكفاء، عندنا دي سيناريست اللي تبارك الله. بالمناسبه استكغنيمه زهره زريرق كاتبه وسيناريست جميله جدا، هو اللي يكون هذا الاشتغال هذا، ومجموعه ديال الاعمال ان شاء الله قادمه. كي كتجيك البرمجه الرمضانيه في السيتكومات المسلسلات؟ بصراحة نهضر معك، انا كتعرفني خويا فريد، انا ما عنديش مع لغات الخشب. بحكم حنا المغاربه تتولي عندنا واحد التخمه في رمضان، انت ديجا عندك لي ستريس كما قلتي ديال الصيام ديال رمضان. عندنا واحد المائده اللي كتجمع المغاربه كاملين، الور المنتوج الوطني كي عليه الاقبال. انا دائما هذا التساؤل ديالي. دابا الاعمال الدراميه ولا عقلتي، حنا في واحد السنوات كانوا كيديروا الكواسير، اعمال سوريه، وكانت كتلقى نجاح كبير باللغه العربيه ديالها بالملابس وما فيهاش الضحك ولكن كتلقى النجاح. حنا دابا واش بالضروره نديرو مثلا لي سيتكوم؟ ماشي ضد السيتكوم، انا راه ممثل، لا عيطوا لي نخدم سيتكوم راه غادي نخدم، ماشي ضروري. ولكن بعد الخطرات تتشوف واحد المصطلح اللي تيولي عند الجمهور وحنا كممثلين ما كيعجبناش، هو الحموضه. وتيقول لك ودايرين لنا داك الشيء وقت رمضان وداك الشيء حامض، الضحك حتى الضحك فيه وفيه. بعد الخطرات باش تستارق الضحك من عند الجمهور المغربي راه صعيب. الجمهور المغربي راه ذكي جدا، راه ماشي كضحك عليه. كدير مثلا سيتكوم هو ما فيه حتى شي مستوى وكثير داك الشيء. بالعكس انا نفضل الاعمال الدراميه، الاعمال تعطي في ذاك الوقت ديال الذروه وتعطي فيلم تاريخي ولا فيلم واقعي ولا مسلسل واقعي باش تتعالج. حيت شنو هو الفن؟ الفن راه شريك، راه في بناء الاوطان. راه الناس اللي كتفرج كتبان لي واحد المشهد ولا واحد اللقطه عالجات واحد تيقول لك زكا انا ما خصنيش ندير بحالها. اذا انت راك دورك تثقيفي اولا، ماشي هذه القضيه ديال السيتكومات. انا عندي فيها شويه تحفظ، ولكن بحكم ممثل غتبغي تخدم على الشغل غير تحاول تختار. دابا الحمد لله ولات عندنا ديك انك تحاول تختار فين غتخدم. بالنسبه
يعني المستوى ديال الكوميديا، انت عندك واحد التجربه كبيره تبارك الله، فنان المخضرم كوميديا في المغرب من ناحيه الكوميديا يعني في المستوى ديالها، المستوى ديالها. دابا حنا لا جينا بغينا نجردوا مصطلح الكوميديا، كاين التراجيديا الكوميديا، كاين مجموعه ديال الاجناس، ولكن الكوميديا هو كيفاش انك تضحك المغربي بطريقه جميله وبلا ما تضحك على الذكاء ديالو وبلا ما تضحك على العاهه ديالو مثلا، حيت انا ضد ان تضحك المغربي بالعاهه، ضد انك تضحك المغربي بالهويه ديالو، عروبي شلح صحراوي، هذه مرفوضه بتاتا من وجهه نظر ديالي. مستوى الكوميديا عندهم نقولوا شكون هما الكوميديين اللي كانوا الاولين؟ كانوا الناس عاديين ثنائي التقار، راك انت ما تقدرش تحبس راسك من الضحكه في ثنائي التقار، الهناوات بازو بزيز الله يرحم بازو بزيز التواخر الاخرين، جاد قاد المالح، المغربي راه كيشرف المغرب قاد المالح، تمشي تفرج في هذاك ديالو. هنا غنديروا الاسقاطات على الكوميديين الجداد مثلا ديالنا، واخا ما كنبغوا نجرحوا في حتى شي واحد، ولا كل واحد وعنده مثلا طريقه ديالو، عنده اسلوب كيفاش كيضحك الناس، ستيل ديالو، ستيل ديالو. هاد الكوميديا اللي ولات كتمرر، حنا شفنا مؤخرا مجموعه ديال المواقع تلاحوا شي فيديوهات مثلا بعض الكوميديين اللي في بلدك ديال المنتخب وتهكموا، قالوا شي مصطلحات على المراه المغربيه واللي الناس رفضاتها. حنا ما غنجبدوش الاسماء، ولكن الناس راه الجمهور اللي كيحكم. مؤخرا عاوتاني في واحد البرنامج اللي كيدوز ديال الكوميديا اللي خصو يكون واحد نوستالجي، واحد الفكره جميله على الكوميديا، ولكن كنلقاو واحد المشارك واش نظر واش المعرفه ديالو قليله لواحد الهرم، وماشي هرم حنا تنقولوا جبال الاطلس الشامخه المغرب، حسن مكياس هذا بدوري انا كفنان كنعلن التضامني ديالي ما علاش انا راه هو يعرف يدافع على راسه، ولكن انت باش غنبغي نضحك انا الجمهور المغربي بواحد النجم ولا بواحد رمز ولا بواحد سابقك في الميدان وانت ما عارفش تاريخه كيفاش داير، ما عارفش المصطلح ديال التنمر، تنمر هذا المصطلح. وكنحيي حسن مكياس عرفتي واحد التدخل كيفاش دار، فنان مقتدر، فنان كبير ولكن انا العتاب ديالي لمن هذوك الكوتش اللي كاينين والجوري، حيت ما يمكنش الكوتش، انت راه شفتي السكيتش ديال 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 الدري اللي كيدوز عندك، غتكون عارف لو جيغي ما كان حتى واحد، مع كامل احتراماتي راه اصدقاء ديالنا وفنانين وخدمنا معاهم، ما كان حتى واحد لا دنيا بوطازو لا لطيفه احرار لا سي الخياري، حتى واحد ما دارش الاشاره، ولكن ربما ذاك الشاب حتى هو من المعزه ديال حسن مكيات ربما بغى يدخلو في السكيتش، يدخلو في السكيتش ولكن بطريقه ايجابيه ماشي بالتنمر، حيت الطريق انا راه كاتب واحد المسرحيه ودير اوماج لواحد المجموعه ديال الفنانات كبار مغربيات اللي دازوا من هذا الميدان، ولكن في خلال في الحوار في الديالوج ملي غيتصنت الجمهور غادي يصفق، علاش؟ لانني كنعطي اوماج، انا بغيت مثلا حنا كتكرمهم في هذه المسرحيه، نكرمهم ولكن كنهضر عليهم اوماج، يعني هما داروا المسرح في واحد الوقت اللي كان ممنوع على المراه دير المسرح، وكانوا فنانات كبارات، لجيتي حبيبه المذكوري، نعيمه المشرقي، راه مجموعه ديال بن مزيان، مجموعه ديال الفنانات اللي عطاو للمراه المغربيه مكانتها وسيرتو في الميدان الفني. الور انا ملي غنبغي نجبد واحد في سكيتش ديالي مثلا، نجبد واحد الفنان غنجبدو بما هو ايجابي، ما غاديش ها انت قلتي واحد المصطلح اللي هو زوال جديد، التنمر. حنا في وقتنا كنقولوا كنشدوا في بنادم كنضحكوا عليك، ولكن باش تضحك الناس بسميت ممثل ولا بسميت ايا كان بواحد الطريقه انا كنرفضها، من غير بغض النظر على حسن مكياس. نصيحه لهذا الشاب هذا، نصيحه لي يقراو مزيان ويستافدوا من الناس اللي سبقوهم بكل تواضع، بكل تواضع، وانت راه عندك واحد اللازمه زوينه. انا من شحال عقلتي واحد السيجوا كنا واحد في واحد الاستوديو في اذاعه، في اذاعه مع سي محمد الشعلي اللي كنتمناو ليه ان شاء الله الشفاء وكيفاش داز هذاك اللقاء، وتبارك الله عليك انت في ذاك الوقت، وكانت عندي عليك انك انت فنان كوميدي، الله يكبر، كدير الكوميديا، ولكن عمرنا انا شفت لك السكيتشات ديالك، عمرك انت نقصتي من شي واحد ولا كنتمنى، حيت تقدر تكون زلت لسان، تقدر تكون تعطيه، وربا عاوتاني صدفه خير من الف ميعاد، راه الناس كتعرف حسن مكياس، ولكن هذه الاشاره راه حتى هي دارت ترند وبوز، والناس كبدات تيسولوا على حسن مكياس، شكون هو حسن مكياس، وممكن يكون فيها خير ان الاعمال تكثر على حسن مكياس، تقدر وتكون خير لهذاك الشاب لانه يستافد، يمشي في الطريق الصحيح. شوف الكوميديا انك تتكون عندك ديك الجراه، الحمد لله ولات هاد الطالب بكري ما كانش، دابا راه ولا تليفون، راه تشد تليفون ودير سكيتش وتقدر دير البوز وتعرف كاملين. حنا في وقتنا راك انت خصك تصايب التصويره ديالك، كتهبط لواحد الاستوديو كاين في المدينه وكتصور، التصويره كتخرجها ب 400 ريال الوحده، وانت ما عندكش الفقر، ولا درتي جوج راه 800 راه صعيبه، وتتكتب سميتك
والتليفون ما عندكش تليفون تقدر دير التليفون ديال جاركم ولا شي حاجه وكتسنى يعيطوا لك ولا ما يعيطوش لك. دابا نروح على التفاهه راه الشكل الثاني او الثاني. كي داير السي علاء مع الغلا؟ دابا انا راه كتبقى مواطن كتبقى مغربي قبل ما تكون فنان. انت مغربي انت انا ما نكذبش عليك، انا عندي ثقافه السوق، عندي ثقافه نمشي نتقدر راسي، ما نكذبش عليك. يكذب عليك كاينه واحد الموجه ديال الغلاء. دابا بلغه ندون نديروا الدبلوماسيه ما خصناش، خصنا نكون ولاد الشعب دول لغه الخشاب. داك كاين الغلاء بزاف، كاينه ظروف اقتصاديه قاهره والمواطن المغربي الله يحسن العوان. وهانت حنا درتي دابا رمضان والقفه ودابا كلشي كيتزاد عليك، والنفس النفس المغربي راه خايبه، تيبغي ياكل كيبغي شي حاجه زوينه، كيبغي يشوف الميدام، ولكن راه تقدر ما تاكلش هذاك الشيء، ولكن العين كتبغي شي حاجه زوينه. والله يهدي المضاربين، حيت بعض الخطرات ملي كتجي تشوف الفلاح اللي كتوصل عندنا تيقول لك ما تيستافد والو، ولكن الحاجه ملي كتباع في الطريق ست المرات سبعه باش كتوصلك انت للمارشي عباش. هنا فين كاينين المضاربين وكاينين الناس اللي ما كيخافوش الله. الاجواء ديال السي علاء يعني مور الفطور، شنو هي الطقوس اللي كتقول؟ الطقوس هو اولا عندك واحد الطقس، الاجواء الرمضانيه كيف كيعرفوا المغاربه. هذا العام انا عندي استثناء لان كانت واحد الظروف شخصيه اللي ما بغيتش نهضر عليها. الاجواء تتكون عائليه، راك عارف رمضان هو العائله، يكذب عليك الدار رمضان بوحدك مع شي رمضان، وكنبوز للجاليه المغربيه ولا الناس اللي تيكونوا في ضخ ظروف العمل ديالهم ولا في شي بلاصه وتيدوز رمضان بوحدو، زعما كترفع عليهم القبعه من هنا. الطقوس العائليه كتخليك تتعيش ديك الحميميه، كتعيش الاجواء زوينه واخا ما تاكلش بزاف غير العين وداك الشيء. انا طقوسي عاديه، ربما واحد الظرف كان وقع لي خاص اللي خلاني دابا تقدر تدوز رمضان بوحدك. كتحاول ما امكن توجد فطورك في العادي وداك الشيء، كتفطر كتعرف حنا عندنا ارتباط ديني الحمد لله بالطقوس ديال الصلاه والتراويح واجواء ربانيه اللي كنعيشوا فيها وختم القران. كنحاول ندير داك الشيء، ومن ورا داك الشيء اكيد ضروري واحد قهوه كحله نوار، انا مبلي بالنوار باش ترجع بها الدماغ باش ما نتعصاش باش ما يكونش طالع ليا شكون كايا ضروري كنمشي نشوفو باش نشوف المستوى فين وصل، ونتصنتوا الاراء ديال الناس وقراءه الجرائد. بنهار كنحاول نقرا الجرائد. اخر كلمه للجمهور ديال السي علاء الدين حواس. هو كنتمنى وكنتمنى احنا بلادنا اولا كنشكر انفاس على هذه المبادره الجميله انك تفكروا الفنانه في هذه الاجواء الرمضانيه. وكنتمنى لكم حتى النجاح، والنجاح خويا فريد تاكيدا لك انت. كنتمنى الجمهور المغربي يقبل علينا في رمضان في الاعمال الدراميه ديالنا ويزيد يشجعنا. وكنتمنى المغرب، احنا كنشوفوا الحمد لله بلادنا جميله جدا، وكنشوفوا الاصداء ديالها كيفاش غادوا، وكنشوفوا الاعداء اللي في العنان لا في الداخل لا في الخارج. كاينين الناس اللي هاد النجاحات الحمد لله لا الاقتصاديه لا الرياضيه لا الاراده الملكيه الكبيره اللي كيفاش غادا كنشوفوها مزيانه، وكنبغوا نستمروا في هذا ونتصالحوا مع الدوات ديالنا ونكونوا مزيانين. رمضان كريم للجمهور انفاس والجمهور المغربي بصفه عامه، كنحبوكم، شكرا لكم.